Coucou tout le monde, salam alaikum, kiderin, bikhair, labas alaikum, kantmenna tkounou fi ahsan al ahwal. Marhaba bikoum déjà fi qanati, kanhab nchkorkom ala التفاعل ديالكم و ala les bons commentaires. Video ديال اليوم هو خاص بتغيير المطبخ. غيرت الشكل، الصباغة، كل هاد الأشياء، وبغيت نشارك معكم في إعطائكم بعض الأفكار والحيل لو بغيتوا تصبغوا بيتكم أو منزل أو المطبخ أو حتى الحمام. بعض الأفكار، أنا بيان سور راني ماشي محترفة، ولكن بغيت نشارك معكم تجربتي في هاد الميدان. هي فيه شوية ديال التعب، ولكن كتحسوا بفرحة ملي كتكملوا الصباغة وملي كتكملوا الديكور، كتحسوا بواحد الفرح، كتقولي فوالا سي موا كي لا فيه، انا اللي صبغت وانا اللي تحملت هاد الاتعاب. صبغت البنات كل شيء، الحيوط، البلاكارات، كذلك هنا اللافابو، ليفيي، الزليج، بيان سور بمواد خاصة لكل منطقة، يعني ديال مكان ديال الماء عنده الصباغة ديالو، الزليج عنده الصباغة ديالو، لي بلاكارات عندهم الصباغة ديالهم، كل حاجة بالصباغة ديالها. المهم انا ندير لكم جولة. حاولت ندير الجري والأحمر والأبيض، بقاو معايا حتى الآخر باش نعطيكم نوع الصباغة ونوع المواد والفرشات اللي غادي تستعملوا. ها هما قاع المواد اللي استعملتهم في إزالة بابي بان، في الحكان، في الصباغة، هما كما كتشوفوا. أول شيء بديت به هو إزالة بابي بان. استعملت هاد ليبونج، تكون مبللة فاز قبل ما كديروها على البابيي بان، كتفزقو ومن بعد بالسباتول على هذا الشكل كتحيدو البابيي بان. بيان سور هادشي كلشي راه ما ساهلش، كيطلب شويه الوقت وايضا الصبر. من بعد ما حيدت البابيي بان، بديت في حك البلاكارات. باش حكيتهم ب ها هو، حنا كنقولوا لي في المغرب القاعد الحرش، بابي دو فيغ، واستعنت بهاد الحكاكه اليدويه ديال الضو. بيان سور خاصكم تحميو عينيكم، لان
الصباغة كتبدا طير، من بعد ما حكيت كلشي البلاكارات خديت بيان سيغ هاد القفاز لي غون، وبديت كنستعمل لا سوكوش. ها هي دي السوكوش اللي خاصة بالخشب، درت منها جوج مرات، يعني كان ندير الطلاء كنصبغ المرة الأولى كنخلي 6 سوايع، هادشي اللي مكتوب 6 سوايع حتى تنشف، ونعاود تاني الكوش التانية. من بعد ما داز 6 سوايع وعاد باش الكوش التانية تا هي 6 سوايع، بديت في الصباغة ديال الحيوط، هذه خاصة بالحيط، كاع الحيوط هي مات. ملي كتحلو ها هي نوري لكم كيفاش دايره من الداخل على هذا الشكل. اول شيء تقوم بالتحريك الصباغ، كنستعمل انا هذا، اي خشب واي عود اول شيء هو تحريك الصباغ، تحركوها مزيان كيف ما كانت، اي لون سكوش ولا لا بانتور ديريكت، اي لون تحركوها مزيان. ومن بعد استعملت لي غولو على هذا الشكل، بيان سور كنوضعو في هذا لو سيبور في هذا القبضه على هذا الشكل. هذا كنصبغ به البلاي الصغار، وهذا كنصبغ به لي سيبور لي سيرفاس اللي كيكونوا اكبر لانه كبر، باش ما دي تخلطش لكم الصباغه مع الجويه اللي نتوما ما باغينش تصبغوها، لازمكم ديروا اللصقه والبلاستيك او اي قلع عندكم، قلع او الكرتون، المهم ضروري خاصكم ديروا بحال هنا. هنا في الحيط عملت الصباغه، درت سكوتش في الجهه اللي ما بغيتهاش انا تصبغ، المهم انا غادي نوريكم. الشكل وكان نوضع اللصاق باش ما تمشيش ليا الصباغه المكان اللي انا ما بغيتوش يتصبغ بحال هكذا. وهنا وضعت القلع، ومع ذلك كاينين شي بلايص طاشاو ليا. بالنسبه للبلايص اللي كيطاشاو ليكم حتى يديكم خاص ضروري هاد الماء، ها هي وايت سبيريت ضروري باش تمسحوا به، لانه ولو عندكم ديغون ضروري كاين اماكن اللي غادي يعمروا لكم بالصباغه. عندي هذا وخديت حتى هذا لاسيتون سان ديسولفون، وحتى باش تغسلوا هاد لي غولو الا بغيتو ما تشريوش بزاف غير تساليو من الاستعمال، ديك الساعة تاخدو هاد الماء وتغسلو بيه الفرشات او لي غولو ديالكم. من بعد خديت هاد الصباغة، ها هي حنا كنقولو لها المغرب، في المغرب كنقولو لها صباغة الزيت، هي باش صبغت البلاكارات، كيعطي ان اسبي رطب بغيون، هي بس صبغت وساهل حتى في المسح، يعني غير ب دوز على اون ايبونج فيسا
كي يتمسح وأي طاش كتحيد. من بعد صبغت هاد الزليج اللي هنايا قريب الماء وهاد لافابو أو الليفيه. أول شيء حكيت لافابو مزيان وهاد الزليج باش تحيدو اي صباغه كانت في الاول، وحتى الا كان دسم تعاودوا تمسحوه بالطورشون. من بعد خديت هاد لا سوكوش، ها هي شفتوا مختصه باللافابو بالبينوار بالليفيي، هاي هادي سيت اون ريزين، وهذه لا سوكوش يعني هي الاولى كنستعملوها قبل ما تستعملوا الصباغه باش تشد. ها لي غولو اللي استعملت، هذا هو تقطع ليا، هو الاول استعملته هو صغير، هذا هو السيبور ديالو. من بعد ما تقطع هذا استعملت هذا، هذا صغير بالنسبه للسيرفاس اللي كيكونوا صغار، و بيان سور خاص ضروري ان تي بانسو باش نكمل. من بعد ما دازت 6 سوايع هما عندي هادو جوج ديال لي ريزين. الاولى هيا انا خديت في الكري اردواز، ها هي اون سوبوش ريزيستانس اكستريم، فهاد الكري اللي خديت في الوسط ديالها كاينين جوج ديال لي بواط بحال هكا، هادو بجوج نخويهم هنا ونحرك نحركهم مزيان. وكذلك ملي كتولي عندنا الصباغه بيان ميلونجي هي اللي خدمتها هنا في كاع لي سوبور غري، راه هاد الكري سميتو غري اردواز. من بعد ما دازت ليله كامله استعملت هاد لابغيونس باش هي ريزيستون بروتيج دي باساج ريبيتي، هذا باش يعطي هاد لاسبي بغيون باش يتمسح حتى هو في ساح. تاهي كذلك جوج ديال البواطات كنخويهم هنا وكنحركو مزيان، ضروري دائما التحريك. وتهي نخليها ليله كامله. المهم البنات لافابو انا ما استعملتوش 4 ايام، لان كل كوش سوكوش غيزين لابريونس كل وحده خاصكم تخليو فيها ليله كامله. من بعد شريت هاد لابومب، هاي تاهي خاصها ضروري تحرك، هاهي غري سيلفر، وهادي مختصة الأماكن اللي كتكون سخونة حتى لتمن 800 درجة سيلسيوس. هادي هي باش درت لي غادياتور، هو عندي هنا استعملت هاد الغري، وايضا استعملته هنا في هاد المفاتيح ديال لي بلاكار كلهم استعملته بشيتة صغيره، بانسو ديال لا بانتور ديال بناتي هي اللي استعملته. المهم انايا وريتكم جميع لي برودوي اللي خديت، عطيتكم يعني بعض النصائح، كنتمنى تكون فدتكم استعملوها. بيان سور راني كنعاودها، انايا ماشي صانع، ماشي شوي با بروفيسيونيل، ولكن بغيت نشارك معكم تجربتي. هادشي فيه تمارة،
ولكن ملي كتسالي كتفرحي، كتلقى واحد الساتيسفاكسيون، واحد الفرحة ذاتية في الداخل ديالك، لأنك تقولي يعني أموا ماشي أنايا صانعة أو محترفة، وقدرت الحمد لله نكمل الكوزينة ونكمل الحكان ونكمل الصباغة. كنتمنى تكون فدتكم. الا احتاجيتو شي حاجه البنات خليو لي في لي كومونتير، ديجا خليو لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم الكوزينه، واش عجباتكم ولا حتى لا ما عجباتكمش، ما كاين حتى شي مشكل. ولا خصاتكم اي نصيحه، بغيتو نعاود نقول لكم اسماء ديال هاد لي برودوي اللي خديت، هذا استعملته لأنني وضعت هنا الصباغه باش، وهنا تحيدوا الفائض ديال الصباغه باش ما تبقاش تقطر. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ما تنساوش تشتركوا في قناتي ليصلكم المزيد، والى فيديو جديد بحول الله.